أعيد أهلا. سؤالي سيدي. تأتي زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى عمان لتعيد ترتيب العلاقات بين البلدين، في رأيك هل هناك أفق لانطلاقة جديدة بين البلدين، وما هي أطر التعاون التي يمكن البناء عليها؟ بكل تأكيد هناك علاقات تربط البلدين الجزائر وسلطنة عمان، من بينها الاستقرار والتوافق في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعدة مجالات، منها الطاقة والطاقات المتجددة والتعدين والصناعة البتروكيماوية والإنتاج الدوائي والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة الصحراوية. وقد يتعمق التعاون المشترك في مجالات أخرى للاستثمار والطاقة والتعدين وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة. ويعقد البلدان كذلك أملا على اللجنة المشتركة بين الحكومتين، هذه اللجنة التي تأسست في فبراير 23 1991 إلى أكبر تطوير في التعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة الصحراوية والصناعات الغذائية والتحويلات والصناعات التحويلية والأسمدة وتكنولوجيات المعلومات. وقد تم التوافق على كل هذا في الاجتماع الذي عقد في الجزائر في 2024 على إعداد تصور لإنتاج لإعداد عفوا تصوير تصور لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين. نعم. إذا سيد علي، سلطنة عمان معروف عنها أنها لعبت دور الوسيط في العديد من المسائل، هل يمكن التوافق في وجهات النظر حول المسائل الدولية لمختلف القضايا، وما هي هذه القضايا التي يمكن أن تعزز العمل الدبلوماسي المشترك؟ لا شك أن هناك نقاط تقاطع كبيرة ما بين البلدين في السياسات الخارجية خاصة وفي الدبلوماسية، وينظر كذلك لسلطنة عمان على أنها سويسرا الشرق الأوسط، كونها دولة حيادية لا تنخرط في الصراعات الإقليمية وليس لها مطامع جيوسياسية، تتسم سياساتها أيضا بالحياد والتوازن تجاه قضايا المنطقة، وهذا ما يتطابق ويتقاطع تماما مع السياسة الجزائرية. وبالتالي تعتبر الدبلوماسية لسلطنة عمان هي دبلوماسية صامتة، بينما نرى الجزائر كذلك تتحرك خاصة في القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى الأمم المتحدة، وتقدمت لحد الآن بعدة مشاريع لنصرة القضية الفلسطينية، لعل من بينها أكبر تجيش للدول 100 وأكثر من 100 دولة لإيصال منظمة التحرير الفلسطينية كعضو في هيئة الأمم المتحدة، رغم أن الفيتو كان يعني حاجز ضد هذا القرار وهذا الانتصار للقضية الفلسطينية. وبالتالي تتقاطع سلطنة عمان والجزائر في هذه القضية الأساسية للأمة العربية والأمة الإسلامية، كما أن سلطنة عمان كان لها دور بارز آخر في الوساطة ما بين الحوثيين ونجحت في هذا، كما كان لها أيضا دور آخر في الدول العربية التي قامت بثورات هي والكويت في دعم هذا المسعى الذي المبادرة التي تصدرتها الجزائر وقادتها الجزائر آنذاك، وكان المشروع لهذه المبادرة هو الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحد على هذا التعاون المشروط وبهذا الإمداد المشروط للكيان الصهيوني من أجل إبادة الشعب الفلسطيني. نعم، كملخص لهذا، ما الذي يمكن لسلطنة عمان المساهمة فيه وتقديم الدعم للجزائر في جهودها الدبلوماسية الدولية؟ أعتقد أن البلدان يتوافقان تماما، والدور بعد الله سبحانه وتعالى المعول عليه هو دور سلطنة عمان إلى جانب الجزائر لما لها من ثقل في تحريك المياه الراكدة، ومن أجل يعني نفخ الروح من جديد في الدول العربية في إطار الجامعة العربية من أجل الالتفاف حول القضية الفلسطينية وتحريكها في اتجاه على الأقل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وفتح الحدود من أجل إيصال المساعدات
ومن غذاء ودواء وما إلى ذلك، حتى على الأقل تكون قضية هي قضية في الأساس قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وقضية عربية وقضية إسلامية. تقريبا أرى أنه لسلطنة عمان سيكون لها الدور الأكبر بجانب الجزائر، هاتين الدبلوماسيتين النشيطتين في إطار الانتصار للقضية الفلسطينية. نعم سيد علي روينا المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.